في وجود الوداد المغربي، الانتقال من طنجة إلى الرباط. يا رب بإذن الله تكون بطولة موفقة وتشهد حضور إعلامي وجماهيري كبير جدا، خاصة كمال لما يصل فريق ريال مدريد إلى الرباط يوم 5 فبراير إن شاء الله، بعد حوالي 4 أيام استعدادا لمباراة نصف النهائي إن شاء الله. طيب أستاذ محمود، أستاذ جمال، بالتأكيد محتاجين برضو نسمع ونشوف الأخبار في المغرب وكيف يستعد الإعلام المغربي لتغطية هذه البطولة، وبالتأكيد هيكون معنا أحد النقاد الرياضيين وأحد الصحفيين اللي بتشرف دايما بالزمالة معاه، الأستاذ محمد زايد رئيس تحرير موقع البطولة المغربي، على الهواء مباشرة معنا. محمد مساء الخير عليك. مساء الخير صديقي وأخي محمد العزيز، مساء الخير بمشاهدي الكرام وبضيوفك الأعزاء. أهلا بيك ومنورنا ومشرفنا دايما، وإن شاء الله تكون الأمور كلها في المغرب مزيان بزاف. الله يبارك فيك أخي محمد، يعني صراحة هو أنا من مدة طويلة جدا لم أصعد هكذا يعني في بالصورة بالصوت والصور، لكن حين يأتي محمد سعيد لا يمكن أبدا أن ترفض هذا الطلب لأنه الله يخليك عزيز جدا. الله يخليك. وحتى يعني بالنسبة لل الإخوة المصريين الأشقاء المصريين هناك يعني تعاطف ويعني علاقة متينة جدا، حتى أن الأهلي المصري هذه الزيارة الثالثة في ظرف أقل من سنة محمد، يعني أنت يعني ترى كيف أن يعني العلاقات يعني والمناسبات سواء دوري أبطال إفريقيا أو يعني كأس العالم للأندية، يعني هذا شيء جميل جدا، يعني يجعل من الجمهور المغربي يترقب، يعني خاصة المباراة الأولى دائما تجمع، يعني هذه الرمزية صاحب الأرض سيكون هو الأهلي، يعني حتى أنه صاحب الأرض سيكون يعني فريق يحس به المغاربة بأنه منتمي إليهم لأنهم يشجعون كل ما هو مصري، خاصة بعد العلاقات الوطيدة التي توطدت أكثر في كأس العالم الأخيرة. لذلك فالكل يترقب وصول الأهلي، يعني حتى أنت رأيت كيف شجع ويعني كان الاستقبال كبير لفريق أوكلاند سيتي، فما بالك بفريق الأهلي المصري الذي الكل يعني يعتقد أو يتمنى أن تكون مباراة أسطورية ما بين الوداد والأهلي في نهائي كأس العالم الأندية لمنا. أكيد أنا أولا بشكرك على المقدمة وبشكرك على هذه الحفاوة والكلام الرائع، وده متعودينه دايما منكم أكيد من خلالكم ومن خلال كل الأشقاء في المغرب، لكن جهة أخرى وهي الحديث الإعلامي والمتابعة الإعلامية لهذه البطولة ومسألة التذاكر، نفاذ تذاكر مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، المباراة ستلعب في طنجة ويمكن في وفد إعلامي وحشد إعلامي كبير سيستقبل الأهلي مساء اليوم كمان في طنجة، أكيد يا محمد عندك تفاصيل كثيرة في هذا الأمر. صدقني أخي محمد يعني لن أبالغ، أنت زرت المغرب أكثر من مرة وربما لك علاقات كثيرة مع الزملاء هنا في المغرب، يعني ونتحدث أكيد بشكل متواصل. أنت تعرف الشغف الجماهيري هنا في المغرب، يعني غريب جدا، حتى أن مباراة فلامينغو ليس لها يعني أي يعني ليس هناك ضمان بأن الوداد سيتأهل، نفذت التذاكر كلها، النهائي نفذ كله. مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي الكل توقع بأن التذاكر ستبقى يعني إلى وقت نفذت هي الأخرى، حتى يمكن أن أسر لك أن هناك يعني تهافت كبير على الاعتمادات الصحفية بالنسبة لمباراة الافتتاح بالتحديد، لأنها لأول مرة ستجمع الأهلي المصري وأوكلاند سيتي في مدينة طنجة التي لم تحتضن قبل ذلك كأس العالم الأندية، أقيمت في الرباط في مراكش في أكادير لكن لم تقم في طنجة، هناك يعني استقبال وانتظار وترقب يعني بشكل لا يصدق. صدقني أنه ستكون مباراة كبيرة جدا، خاصة أن الملعب أعيد بناؤه، لن أقول أعيد بناؤه إنما أعيدت بعض المدرجات، يعني تقريبا ثلث المدرجات تم يعني وضعها من جديد، لذلك فهو ملعب بحلة جديدة، الكل يريد أن يكتشف هذا الملعب، وليست هناك مناسبة وفرصة أكثر من مباراة أوكلاند والأهلي المصري والأهلي الشقيق. أكيد. طيب نقطة تانية، يمكن الأهلي هيقيم في تطوان وهيتدرب على ملعب ثنائية الرمل، الأجواء في تطوان هل مختلفة عن طنجة ولا الاجواء بتبقى عامله ازاي؟ كمان الحضور الاعلامي ممكن يكون في حضور اعلامي اكتر كمان في تطوان؟ للاسف انا اتحدث معك يا محمد كصديق، يعني لا اتحدث معك في مرور يعني في عارف اهلي مع احترامي الكبير لهم. تخيل ان مدينه تطوان، انا شخصيا في الصيف زرت مدينه تطوان لاصيف في مدينه تطوان، من احسن المدن المغربيه على مستوى يعني النظافه، على مستوى الهدوء، هدوء رهيب جدا في مدينة تطوان، لأنها يعني قريبة جدا من الحدود مع إسبانيا هي مدينة طنجة، ولكن مدينة تطوان يعني هناك الفنادق، هناك كافو نيغرو الرأس الأسود، يعني لو ستنصح بعثة الأهلي فانصحهم حتى ولو ب 24 ساعة لزيارة هذه المدينة،
من افضل المدن المغربيه. وملعب ثانية الرمل هو ملعب يعني صغير للتدريب جميل جدا، والتغطية الإعلامية ستكون يعني مماثلة لطنجة، لأن المسافة ما بين طنجة وتطوان فقط طريق يعني من 40 إلى 50 كيلومتر فقط، يعني نصف ساعة بالسيارة أو بالقطار أو بطريق السيارة أو حتى بالطريق الوطنية، ودائما هذه الطريق يعني تؤدي إلى يعني ما بين المدينتين يعني في أي وقت وبدون أي صعوبات. أكيد. طيب نقطة تانية متعلقة باستضافة المغرب للبطولة، لأول مرة هيكون في استخدام مختلف شوية في تقنية الفي آر، تقنية الفيديو في كأس العالم للأندية، وهيكون في محادثة ما بين حكم الملعب مع حكم الفيديو ومتذاع من خلال شاشة الملعب. صدى هذا الموضوع الإعلام المغربي كمان كيف تناوله؟ وأكيد متابعتك شايف إن في تقنيات حديثة هيتم استخدامها في هذه البطولة. هو أنت تعلم أن في البطولة المغربية يعني في الدوري المغربي هناك جدل كبير تحكيمي كبير، كما في كما في مصر نتابع كيف يعني ما وقع في الأيام الأخيرة ورحيل يعني رئيس لجنة الحكام. في المغرب هناك جدل كبير جدا يعني في البطولة المغربية بالنسبة للتحكيم، فالكل ينادي بأن يتم سماع ما يدور بين الحكام الفار والحكم المساعد والحكم يعني الرئيسي. إن نجحت التجربة سيتم اعتمادها يعني في البطولة المغربية، والكل كما قلت يترقب هذه البطولة، ليس يعني لحضور الوداد أو لحضور ربما ناديين عربيين اللي هما الأهلي والهلال وريال مدريد وفلامينغو، وإنما حتى بهذه التقنيات الجديدة، لأنه لكي نكون صرحاء أن تقنية الفار ساهمت بشكل كبير في الحد بجزء صغير من المشاكل التحكيمية، لذلك ربما نقل ما يدور بين الحكام وبين المساعدين وغرفة الفار أكيد لو نجح في كأس العالم الأندية بهذا الشكل ستكون مطالبة كبيرة في تطبيقه هنا بالمغرب، لذلك فهي تجربة الكل يترقبها والكل يهتم بها بشكل كبير. لاحظت من كلامك يا محمد أن متابعين كويس جدا الأحداث اللي بتحصل في مصر ورحيل رئيس لجنة الحكام وبعض الأخطاء التحكيمية اللي بتحصل في الدوري العام، مهتمين أنتوا حتى كمان بالتفاصيل الدقيقة حتى قبل سفر الأهلي، في اهتمام إعلامي حتى بالأحداث الجارية اللي موجودة في الدوري المصري. هو انا اتحدث عن تجربه شخصيه، انا شاهدت مباراه الاسماعيلي، انا قلبي مع الاسماعيلي يعني ما فاز على الداخلي 3-1، يعني اشوف الاسماعيلي اشوف فاركو اشوف فيوتشر اشوف بيراميدز اشوف حرس الحدود، يعني باستثناء يعني بغض النظر عن الاهلي والزمالك، يعني حتى مباراه الاهلي والزمالك الاخيره 3-0 يعني شاهدناها بشكل يعني نشاهد مباراه يعني مهمه جدا بالنسبه لنا، يعني انا اتحدث عن تجربتي الشخصيه، اتحدث عن ما اتابع، لذلك قبل اي منافسه يكون فيها طرف مصري يعني الاهلي او الزمالك او حتى المنتخب المصري تكون العوده الى بعض المواضيع يعني، لكن موضوع مغادره رئيس لجنه الحكام الالماني الجنسيه على ما اعتقد الانجليزي فرض نفسه انجليزي الجنسيه فرض نفسه لانه ارتبط ببعض يعني تصريحات الرئيس مرتضى منصور وما الى ذلك والاتهامات، وربما هذه الامور يعني تفرض نفسها سيد محمد اكثر من انها يعني تكون متابعة، لأنه أعتقد أنا بوجهة نظري الخاصة يعني من زاوية محايدة الاتحاد المصري يحاول بشتى الوسائل أن يحافظ على التوازن فيما يخص مسألة الحكام، يعني حتى هنا في المغرب أنا رئيس لجنة الحكام هو يحيى حدقة يعني مغربي، يعني لو تم الإتيان بحكم أجنبي سيبقى نفس الجدل ستبقى نفس الاتهامات، لذلك ربما هي أخطاء تحكيمية يعني تؤثر يعني بشكل عام في بعض المباريات لكنها لن تؤثر بشكل قطعي، لذلك تكون المتابعة كما قلنا بشكل عام، أما قبل المنافسات العودة إلى بعض التفاصيل الصغيرة. أما عن نفسي شخصيا فأنا متابع يعني الكرة المصرية منذ زمن بعيد، يعني منذ تذكرت أنني أتابع كرة القدم بشكل عام. أكيد. طيب حفل الافتتاح، أنا سمعت أن ممكن يكون في مفاجآت في حفل الافتتاح، وهيبقى حفل الافتتاح لم يسبق له مثيل قبل كده في منافسات كأس العالم للأندية. ولنكون صراحة مرة أخرى أخي محمد، حفل الافتتاح سنة 2013 اللي شاركت فيه الأهلي طبيعة الحال كان عارف انتقادات كبيرة جدا، لأنه كانت التجربة الأولى للمغرب في تنظيم منافسات الفيفا، فكان يعني هو أريد بحفل الافتتاح أن يكون ذو طابع مغربي فولكلوري 100% لأنه أقيم في مدينة أكادير، أكادير هذه المدينة مع مراكش مدن جنوبية، يعني أنت تعرف الفولكلور المغربي هناك. الآن تم الاستعانة كتسريب صغير بديزي دروس الذي غنى أغنية دير النية المغاربة سبوعة ورجالة، أنت تعرفها يعني في كأس العالم، بأسماء المنور بالدوزي بعدد من الفنانين الذين
يعني لا يمكن أن يجتمعوا بهذه الصورة إلا أن يعطوا يعني افتتاح ربما أريد به الرد بين قوسين، أو إعادة الاعتبار، لنقول إعادة الاعتبار ليس الرد إنما إعادة الاعتبار لما كان في افتتاح سنة 2013، لأن بقيت تلك الصورة وما سبقه أو ما تلاه سنة 2014 وملعب الرباط. فيريد المغرب أن يبرهن بأن ما حدثت تلك الأوقات كان فقط يعني سحابة صيف عابرة وليس الطابع المغربي المعروف عن حسن التنظيم والحفاوة والترحيب بطبيعة الحال بكل يعني الأشقاء وحتى من كل بقاع العالم. زميلي العزيز محمد زايد رئيس تحرير موقع البطولة، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، ويمكن اديتنا تفاصيل مهمة جدا ومفاجأة كمان حفل الافتتاح، فشكرا جزيلا ليك وكل التوفيق لكم يا رب في تنظيم هذا الحدث العالمي بشكل كبير جدا. أستاذ محمود أستاذ جمال لو ليكم تعليق، لأن أكيد كانت في نقاط مهمة أتكلم عليها، وأبرز نقطة التذاكر نفذت بالكامل، حفل افتتاح هيبقى في كرنفال، لا هيبقى في يوم مباراه الاهلي واوكلاند سيتي، وفي نفس الوقت المدينه اللي فيها النادي الاهلي بتتميز بالهدوء، وده اعتقد هينعكس.